أنتم تتابعون برنامج كورة مع تركي العجمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعي برنامج كورة على قناة خليجية فوتكم الثابت 11:30 الذي نناقش فيه أحداث الكرة السعودية. نبدأ بعناوين الحلقة. صافرة أجنبية تضبط قمة الشباب بالنصر والشهري للهلال والزلفي، والبرقان يؤكد يحق للاتحاد السعودي تمديد الفترة الزمنية للاعبين مع المنتخب. العابد يحضر للنادي على عكاز، وديغاو يعاني من الإجهاد، وأحمد عباس يشارك في التدريبات النصراوية، وإصابة حسين غير مقلقة. كأس الملك تاريخ يحمل إرث كبير ومسميات عديدة لأغلى لقب، والفتح يلاقي الاتفاق في دور 16 من كأس الملك، وهدف قطبي الشرقية التأهل. السركال يوضح لا أتحسس من اجتماعات عيد ورئيس الاتحاد الآسيوي، وصحيفة أسترالية تشيد بتميز الدوري السعودي وتكشف نقطة الضعف. هذه عناوين الحلقة، نشوف أخبار شو. أهلا بكم إلى أخبار شوت. استبعد يوسف السركال رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أن يكون للعلاقة القوية ما بين الشيخ سلمان الخليفة رئيس الاتحاد الآسيوي والسعودي أحمد عيد دور في توجيه الاستضافة الآسيوية، مشيرا إلى أن أصوات أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم البالغ عددهم 22 عضوا هي من ستحسم الموضوع في نهاية الأمر، وأكد أنه لا يتحسس من مثل هذه الاجتماعات ولا يرى أنها تستهدف القيام بفعل ما خلف الكواليس. كشفت لجنة الحكام الرئيسية أسماء حكام مواجهات 4 مواجهات لدور 16 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وجاءت التكاليف على النحو التالي: لقمة دور 16 الشباب مع النصر طاقم تحكيم أجنبي، ومواجهة الفتح مع الاتفاق يقودها الحكم الدولي مرع العواجي، والاتحاد مع النهضة يديرها الحكم الدولي فهد المرداسي، والزلفي مع الهلال يضبطها الحكم عبد الرحمن الشهري. أوضح الدكتور عبد الله البرقان رئيس لجنة الاحتراف عبر حسابه في تويتر بعض الملابسات على أحقية الاتحادات الأهلية في ضم لاعبيه، قائلاً: فترات استدعاء اللاعبين للمنتخبات لابد أن تتوافق مع الفترات التي حددها الفيفا، وإن الأخير لا يدع مجالا للاتحاد الأهلي باتخاذ بعض الاستثناءات بشروط معينة، وهو ما ذكر في لائحة الاحتراف المادة 5 التزامات اللاعب السعودي المحترف، وسأذكرها لكم بالنص: الالتحاق بالمنتخبات الوطنية فور طلب الاتحاد ذلك وفق ما نص عليه الملحق رقم 1 من لائحة أوضاع اللاعبين وانتقالاتهم بالاتحاد الدولي، وإذا اقتضت مصلحة المنتخب تفريغهم لفترة زمنية أطول فيحق للاتحاد تمديد الفترة بشرط ألا تتعارض مع مشاركة رسمية للنادي. وأضاف: الاتحاد السعودي قام بإيقاف المسابقات المحلية لذلك، كان إلزاما التحاق اللاعبين بالمعسكر فورا، وأن تحويل قضية تأخير اللاعب عبدالله العنزي إلى لجنة الاحتراف أكد البرقان بعد تقرير إدارة المنتخب المرفوع لرئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي والمتضمن عدم وجود لائحة لديهم، تم تحويل الموضوع برمته للجنة الاحتراف. وأضاف: وهذا من توصياتنا لمجلس الإدارة بضرورة إصدار لائحة المنتخبات على وجه السرعة. تواجد اللاعب نواف العابد اليوم في عيادة النادي الطبية نظير سقوطه مساء يوم أمس من سلم منزله، إذ أكد الكشف الإشعاعي الذي خضع له تعرضه لالتواء في مفصل القدم، حيث حضر العابد لمقر النادي مستخدما العكاز، وذلك لإراحة قدمه كجزء من برنامجه العلاجي والذي يشرف عليه الجهاز الطبي للفريق. فيما أجرى الثنائي الهلالي حسين شعان وتياغو نيفيز مرالا لياقيا بالجري حول الملعب وأداء تدريبات بدنية، فيما اقتصر ميران اللاعب سعود كريري على الجانب اللياقي، بينما مكث المحترف البرازيلي ديغاو في العيادة الطبية والنادي الصحي نظرا لشعوره بإجهاد فضل الجهاز الفني إراحته.
شارك أحمد عباس لاعب نادي النصر والموقوف لمدة عامين بسبب قضية المنشطات في تدريبات الفريق يوم أمس، وقد وجد ترحيبا من قبل اللاعبين والجهازين الفني والإداري. ومن المفترض أن يعود اللاعب للمشاركة بشكل رسمي مع الفريق في شهر ذي القعدة المقبل، حيث تنتهي مدة إيقافه. وفي جانب آخر، تلقى كارينيو تطمينات من اللاعب محمد حسين، الذي أكد أن إصابته التي تعرض لها أثناء مشاركته في صفوف منتخب بلاده أمام قطر بسيطة وغير مقلقة. أعدت صحيفة سيدني هيرالد بوس الأسترالية تقريرا عن التطور الذي حدث في دوريات كرة القدم في غرب القارة الآسيوية، وبالذات في السعودية التي تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة تحضر للملاعب بكثافة، إلى جانب أن المباريات في الدوري هناك تحفل بالإثارة والندية. وأكدت الصحيفة أن أهم ما ينقص الدوري السعودي هو القدرة على تخريج اللاعبين القادرين على الاحتراف في الدوريات الأوروبية، على غرار ما يحدث في اليابان وكوريا الجنوبية. كانت هذه أخبار شوت، عودة للأستوديو والزميل تركي العجمة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. اسمح لي في بداية الحلقة نرحب بضيفينا معنا في الاستوديو الأستاذ طارق بن طالب. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير أنت والأخوة المشاهدين، وسعيد أني ألتقي فيك وزميلي الأستاذ فيصل المطرف. فيصل المطرف، يا هلا فيصل. هلا وسهلا بجميع. هلا والله. الله يحييك وجميع مشاهدينا الكرام والزميل العزيز طارق. كيف كتفك؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد. أحسن. تحسن كبير، اللهم لك الحمد. يعني مدينة لا تونا. طيب، قبل ما نبدا الحديث مواضيعنا الرياضيه، ارسل لي الزميل عبد الله الفقير المذيع في القناه الرياضيه السعوديه، يتحدث عن لاعب نادي الرائد سليمان المطرودي لكره الطائره، الذي احتجز مو باحتجز الان، ما بقول احتجز كذا يعني قاسي الكلمه، ولكنه موقف فعليا يعني خلف القضبان بمبلغ 135 ألف ريال، وأسرة رجل أخرجت من المنزل. 135 ألف ريال ما هو مبلغ كبير إن شاء الله، إذا في حد حابب يتبرع ويساعد الرجل من خلال البرنامج فأتمنى من الجميع الوقفة، يعني حتى لو ما خلص المبلغ جزء من المبلغ ممكن يحل أزمة. هو لاعب نادي الرائد لكرة الطائرة سليمان المطرودي، الله يسهل لنا واحد كذا قبل ما تنتهي الحلقة ويخلص لنا هالموضوع لهاللاعب ويفرح أسرته وخروجه يعني، ومن فرج كربة أحد يعني بما معنى الحديث فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة يا رب. نبدأ مواضيعنا الرياضية. السركال يتحدث لا أتحسس من اجتماعات عيد ورئيس الاتحاد الآسيوي أبو فارس. طبعا ظهور هالتصريح في ضوء تنافس السعودية والإمارات وإيران على تنظيم كأس الأمم الآسيوية في سنة 2019. طبعا رد السركال يقول إن في 22 واحد ما هو رئيس الاتحاد، القرار ليس بيد رئيس الاتحاد، سجلي تصويت في ضوابط وفي شروط وضعوها، وراح يكون في تنافس بين الثلاث دول، ملفات ثلاث دول هي اللي تستحكم من سينظم البطولة. هذه ما فيها مجاملات، هذه يعني مثل هالأشياء ملفات معايير وضعها الاتحاد الآسيوي، من يطبق هذه المعايير وبعدين تتوقع فعلي هالكلام ولا فقط الإعلام؟ يعني هو فعلا ما في حساسية ولا نوع من إظهار الثبات والترابط يعني؟ يعني شوف، او ربطة الجيش يعني احنا نقول احنا قلنا في 22 عضو، لكن لا يمنع ان هناك يحدث تكتلات او لوبيات، وهذا من حق كل فريق يعني من كل طرف من حقه ان يحشد الاصوات في حالة تساوي الثلاث ملفات. هنا تاتي العلاقات بين الاتحادات، وبالتالي اكيد السركان راح يعقد اجتماعات، أحمد عيد راح يعقد اجتماعات، رئيس الاتحاد الإيراني راح يعقد اجتماعات، لكن بشرط أن الملفات تتساوى في تطبيق المعايير،
يعني ما رح يجامل السعودية إذا فيها معايير أقل أو بعض المعايير لم تطبق. إذا تساوت المعايير هنا تأتي العلاقات الشخصية والحشد لكل صاحب قضية. يعني لن تختصر الاجتماعات على أحمد عيد مع رئيس الاتحاد الإيراني، بل السركال سيجتمع مع غيره ورئيس الاتحاد الإيراني سيجتمع مع غيره. هذا إن تم تقديم الملف السعودي. أنتم تفقيدين. فيصل. أتفق مع أبو فارس بشكل كبير، لكن خصوصا يمكن اللعبة الانتخابية يكون فيها تكتلات بشكل كبير، لكن فيما يخص تنظيم البطولة لابد أن يكون هناك أرضية كبيرة فيما يخص البنية التحتية، يكون هناك تسهيل كبير من فيما يخص أيضا الدولة الوزارات. كان هناك تعثر كبير في الملف السعودي خصوصا فيما يخص وزارة المالية، ما يخص وزارة النقل، لابد يكون هناك بنية تحتية قوية فيما يخص الاستضافات، لكن لابد أن يكون هناك تكتل كبير. يعني أتوقع أن تصريح السركال هو فقط يعني لمحاولة يعني إراحة الجانب الإماراتي، لكن أكيد أنه يعني اجتماع مهم فيما يخص اجتماع أحمد عيد، لكن أيضا هي فيها جانب خاص التكتلات، لكن لابد أن الجانب السعودي لا يعتمد فقط على التكتلات، لابد يكون هناك عمل كبير. هي بطولة كبيرة يحتاج لها تنظيم كبير، بنية تحتية، دعم كبير من فيما يخص من الدولة حتى أنك تستضيف بطولة بقيمة بطولة الآسيوية. طيب، السافرة الأجنبية تضبط قمة الشباب بالنصر والشهري للهلال والزلفي. الآن نقول أنه يعني مباراة بتكون مثيرة من كل الجوانب. يعني التحكيم السعودي من سنوات طويلة وهو يعني من السيء إلى أسوأ، دائما نكرر. أنا التقيت أحد الزملاء قناة الرياضية يعني ذكرني بقصة، قال يا فيصل أنت ظهرت معنا في برنامج كل الرياضة في قناة الرياضية السعودية، قال كل الرياضة انتهى وظهر برنامج بعده اسمه الملعب، قال انتهى برنامج الملعب وطلع برنامج الحدث، يعني طلعت ثلاثة واربع برنامج في قناة الرياضية كنا ننتقد التحكيم السعودي، يعني سلسلة برامج انتهت في قناة الرياضية السعودية وكنا ننتقد التحكيم السعودي ولا زال التحكيم السعودي سيء في ما يخص قناة الرياضية السعودية، ما يؤكد أن التحكيم السعودي من سيء إلى أسوأ. مباريات قمم وخصوصا مباريات خروج مغلوب لابد أن يكون فيها التحكيم أجنبي. أنا من رأيي أن النصر والشباب الآن هم أكبر الكاسبين، أنه التحكيم الآن سيكون أجنبي، مباراة تكون فيها التحكيم عادل، الجمهور السعودي بصفة عامة سيستمتع بالمباراة. مباريات كبيرة فيها نصر شباب هلال اتحاد أهلي من الأفضل أن يكون فيها التحكيم أجنبي. السيد عمر المهنة وطاقمه يعني نتمنى منهم الأحاديث اللي يدعمون فيها الحكام المحليين أنها ما تكون على حساب متعتنا. الأحاديث الدرامية اللي حدثت والبكاء والتصاريح هذه نتمنى أنها ما تكون على حسابنا. يقام دورات رمضانية يدعمون فيها الحكام المحليين، دورات حواري يدعمون فيها حكام محليين، لكن كرتنا السعودية في لهالدرجة فيصل؟ اي نعم، بس قسوة يعني قسوة. لا لا ليش ليش يعني خلنا أقول لك شيء، يعني اليوم أنت مثلا فيصل أنا أحترم رأيك كثير، بس أنت اليوم عندك حكام واصلين للعالمية، لما اليوم صحفي وانت تعرف قديش انا اعتز بارائك وتعجبني كثير، لكن لما اليوم صحفي مثلك يقول انه والله الحكام السعوديين يحكمون بس في حواري ودورات رمضانيه، لا 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 انا اقصد انه المباريات الحساسه، لا انا اقصد انه الحين عندك فرض الدوري الان في فرض 150 مباراه. وضح لي طبعا عشان انا ما بفهم. إيه انا ما اقصد مثلاً. انا اقصد يعني لانه انا فاهم الحين انت قاعد تقول خلوا الحكم السعودي يحكم حواري ودورات حتى رمضان. انا في الموسم الماضي معك بوجود ذكرت انه حتى الاستاذ عبد الله القحطاني كان معي، انا ما قلت انه كل الدوري اجانب، انا ذكرت يعني فرضا النصر والهلال، الهلال والشباب، الهلال والاتحاد، النصر والاتحاد، الاتحاد والاهلي، هي تقريبا من الدوري مجملها 20 مباراه من اصل 150 مباراه، هذه المباريات الحساسه. لكن بقيه المباريات تقريبا 100 مباراه تسند لحكام محليين، ما في مشكله. ايش اللي تقصد بدورات رمضانيه وحوار؟ لا انا اقصد انه هو يقولون لازم ندعم الحكام المحليين في المباريات الكبيره، لا احنا عندنا منتج دوري محترفين، حتى ندعم هذا المنتج ويجينا رعاة. جان عبد اللطيف جميل الان قدمنا 700 مليون، بعد خمس سنوات يجينا واحد يدفع لنا 2 مليار، لازم يكون منتجنا قوي يقدم لنا كره قويه، لابد يكون الحكام اجانب. حكامنا المحليين اثبتوا انهم غير قادرين قياده مباريات. الان الموسم هذا شاهدنا النصر والهلال في كاس ولي العهد، قادها حكم اجنبي، قادها الى بر الامان واستحق النصر البطوله وخذ البطوله. الهلال والنصر المباراه الاخيره استحق الهلال المباراه وفاز.
ومع ذلك ترى الحكم الأجنبي ما سلم. إيه لكن في أحد تكلم عن الحكم؟ كثير تكلم عن الحكم. لا لا لا. تجاهل الضربة. لا لا لا. أتكلم لك إنه الحكم الأجنبي الفريقين إدارات الأندية الإعلام لا يتحدث عن الحكم الأجنبي مثل الحكم المحلي. الحكم المحلي يا خالد أبو فارس سامي جابر عوقب لأنه تحدث عن الحكم وكان أجنبي. سامي الجابر لأنه مستهدف كسامي الجابر. سامي الجابر مستهدف كسامي الجابر. سامي الجابر وصرح وأخذ عقوب. عقوب. خلاص. نعم. هذا موضوع. لا بس سامي مستهدف كسامي مو بلأنه لا مو مستهدف فيصل. طيب الرجل صار خلوا لأنه تجاوز اسمح لهم. لا طيب مدرب الأهلي إيش قال بعد مباراة لا 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 نقارن حالات لكن في مباراة أنت طيب ليش مدرب الأهلي سمعته وإيش قال بعد الهلال خلوا لي حكمها حكم أجنبي سامي صرح أخذ عقوبة. هذا الموضوع بنحطه هنا على جنب. أنا بقول يعني شئنا أم أبينا أبو فارس في جزء كبير من اللي يقوله فيصل في صح في جزء صحيح. انه الجمهور الرياضي عندنا وحتى اداره الانديه مع الحكم الاجنبي في صمت كذا ينزل عليهم بكل تاكيد. حتى لو كان الحكم هذا ارتكب في المباراه كوارث ما تلقى رئيس نادي يعني في النادر خلينا نقول حديث على الحكم الاجنبي. حتى في المواقع التواصل الاجتماعي لما تجي تدخل عليها بعد المباراه ما تلقى فنيه ما تلقى في حديث على الحكم الاجنبي. تدري ليش؟ لأن بحديث الكثير عن الحكم السعودي يحاولون يضغطون على الحكم وغيره لأنه عارفين أنه راح يحكم مباراة أخرى لهم والخصمهم. أما بالنسبة للأجنبي جاء قش 100,000 ريال وتوكل الله المباراة الجاية ما راح يجي يعني نادر تلقى نفس الحكم يجي. لكن بالنسبة للحكم المحلي الحكم المحلي أنا يعني أنا رأيي في المباراة رايات الحساسة ومثل هالمباراة أنا أيد الحكم الأجنبي. ليش؟ لأن الحكم السعودي عليه ضغوطات كثيرة تبين بعد الضغوطات الآن بدأت تخف. الاجتماع الشهري اللي يقعد عمر المهنة بحضور إعلاميين يضغط على الحكام وحتى يعني يقسو على الحكام في بعض الحالات هذا تشكل ضغط على الحكم. الحكم السعودي عندنا حكام أكفاء. البارح شفنا يحكمون في مباريات في التصفيات الآسيوية بدون أخطاء والمباريات نظيفة جدا. لكن عندنا مشكلتنا الضغط على الحكام يأتي بشكل كبير لأنه عارفين أن الحكم هذا خلفية الحكم وش يشجع وش كان يشجع وش سوى في المباراة اللي قبل 5 سنين وش سوى المباراة اللي قبل وش بيسوي في المباراة الجاية. لذلك عندنا ضغط على الحكام السعوديين. أنا أشوف إبعادهم عن المباريات الحساسة في الوقت الحاضر إبعادهم عن الضغوط الإعلامية. أنا كنت ضد الاجتماع الشهري للحكام بحضور الإعلاميين لأني أنا بصراحة يعني أبغى اجتمع موظفيني ما أجيب ناس أسمعهم وش بقول فيصل وش بقول التركي. هذه اجتماعات سرية مناقشة بهدوء. شفنا الاجتماعات صار فيها يعني خناق بين حكم ومقيم حكم وأنا أرضى وأنا ما أرضى وأعترف فيك وما تعترف فيني. هذه تضع الحكم تحت ضغط كبير. حنا طبعا ندعمهم في المشاركات الخارجية الحكام لكن أنا بسأل سؤالين أبو جود وأبو فارس. هل تتوقع في حكم سعودي الآن في مباراة نهائي كاس ولي العهد السنة الماضية يحسب بلنتي الهلال الدقيقة 117 نهائي كاس ولي العهد؟ وهل تتوقع في حكم سعودي يحسب بلنتي عبد الرحيم الجزاوي الدقيقة 90 للنصر السنة هذه في الدوري؟ أنا أقول لك لا عشان الضغوط اللي موجودة. عشان لا كذا أنا أقول من أجل الحكم السعودي الحكم الأجنبي أفضل إدارة المباريات الكبيرة. أنا هنا بعد كمان أبغى أسأل سؤال. إلى متى يعني مثلا من مصلحة الحكم السعودي بحسب كلامكم ابعادوا عن هالضغوط إيه؟ عشان مصلحته عشان إحنا نستفيد. إلى متى إلى متى عشان يتطور يعني في نهاية المطاف أنت لازم تجيبه يعني لازم تخلي تسرد مباراة ديربي ولا نهائي يعني ما إذا أنت تتكلم عن مصلحته طبعا. إذا متى أنا أقول حتى يتطور الحكم السعودي بوجود لابد هناك مشروع من الاتحاد السعودي لكرة القدم مشروع تطوير الحكم السعودي رقم واحد. حتى يكون يتطور الحكم السعودي يكون هناك وظيفة حكم سعودي حكم سعودي متفرغ. الحكم السعودي إذا كان الحكم السعودي وظيفته الرئيسية ما هو حكم يجي لقمة عيش فرعية
ما راح يتطور حكم السعودي مدرس رياضي. بس احنا يا فيصل راح نشذ عن العالم، ما في دوله في العالم الا دوله واحده هي اللي طبقت احتراف التحكيم. ولا الباقين انت شفت في سيره الحكم الحكم الاخير اللي حكم مباراه النصر وش وظيفته؟ مصفف شعر. مصفف شعر ممتاز. بس انت تشوف الحكام السعوديين عندنا وش معاناتهم. في الاستاذ عبد الله القحطاني جاء في برنامج كوره فتره هنا ذكر ياخذون 200 ريال 300 ريال. لا انا يعني معك ان الحكم يجب ان يعطى حقه. نعم. اما ما يتفرغ، ما في تفرغ للحكم. لا انا اتكلم لك انه حتى في التطوير، انا حضرت بعد الجوله الثانيه أنا الاجتماع الشهري للحكام، كان علي الطريفي الان ترك الاتحاد السعودي كره قدم، قال مستحيل ارجع له، قال لانه ما في اي تطور. جاء ألقى محاضرة للحكام، حضرناها حنا الإعلاميين، سمحوا لنا بالدخول. ألقى المحاضرة عن حالات التطوير التسلل، ألقى المحاضرة جالس يسأل أسئلة للحكام ولا حكم يجيب على الأسئلة. بعد ما طلع لحقنا الأستاذ علي ناخذ منه تصريح، قلنا له يا أخي ليش الحكام ما حد يجيبك على الأسئلة؟ قال يا أخي يخافون أنهم يغلطون في الأجوبة. شفت؟ عشان الإعلاميين. شفت؟ قال رغم أنهم مفروض أنهم يجيبون على الأسئلة ويغلطون في المحاضرة ولا يغلط في الملعب. بعدها الجولة الثالثة والرابعة 9 أخطاء كلها على التسلل. أنا من وجهة نظري إحنا في الرياضة ومتعودين على ما في تطور على شيء معين. أنا أعتقد إنه يجب أن يكون هناك صدمة في لجنة الحكام، تغيير الرئيس، جلب رئيس، يعني مش لازم يكون رئيس لجنة الحكام سعودي حكم، ممكن تجيب شخص إداري هي لجنة الحكام يعني بالتطوير، يعني بالمحاضرات. لا بالتطوير، رغم أني أنا من أسعد الأخبار اللي أسمعها هو فوز المنتخب، وإذا قالوا لي مباراة الجاية أيا كانت أي مباراة طاقم تحكيم أجنبي، خبر سعيد يكون لي. مرة متشعب أنت من التحكيم. أنا أحب يعني التحكيم الأجنبي هذا يريحني، يعني أستمتع بالمباراة. أنت مفارس؟ أنا أقول يعني كان الله في عون الحكام، يعني أنا بالنسبة للحكم حكم كان سعودي ولا أجنبي، الأخطاء واردة. لكن الحكم السعودي يتعرض لضغوط كبيره، وانا اقول في الوقت الحاضر يجب ابعاده عن المباريات الحساسه. حتى اذا كنت تعتقد انه هالضغوط يعني او انت تراهن على موضوع ان الضغوط هذه تروح، ما في امل تروح. لا بتروح. تدري ليه؟ اللي قلنا لك يعني ذكر زميلي فيصل مثال، انا ما عمري حضرت اجتماع لجنه الحكام. لما الحكام يخافون او يهابون ان يكون في اعلامي او اي احد من خارج نطاق لجنة الحكام لا يقدر يناقش ولا يقدر يعبر عن وجهة نظره، وبالعكس ما يتقبل اي توبيخ من رئيس اللجنة. لا بس يعني عشان ما اذكر، لا اللي هو الأمانة ياخذون ويعطون، يعني الاعلاميين ترى احنا ما نسال، هو فقط للحكام ياخذون ويعطون، يوضح وجهة نظره، يعترض على الاستاذ عمر مهنا. بالعكس كان في شفافية ووضوح، يقسو على الحكم، يوضح له أخطاءه، يعيد اللقطة. لا أنا صراحة يعني كان فيها وضوح وشفافية ممتازة جدا من اللجنة، يعني لازم نذكر الإيجابيات. أنا حضرت الاجتماع كان بعد الجولة الثانية استثنائيا لكثرة الأخطاء في الموسم الجاري. صحيح. لكن يعني إيجابيات جيدة، لكن أنا ذكرت محاضرة الأستاذ علي الطريفي ما كان فيها تجاوب من الحكام، هذا الشيء اللي استغربناه فقط. لكن في إيجابيات من المحاضرة، أمر حضور الإعلاميين هذا عائد. عموما أوقفها الاتحاد الدولي، ممنوع حضور الإعلاميين أي اجتماع تقريبا المرة الأخيرة. أي نعم. طيب. ما كان فيها حضور. فاصل قصير بعد الفاصل نعود لمواصلة الحديث في البرنامج. كأس الملك تاريخ يحمل إرث كبير ومسميات عديدة لأغلى لقب، والفتح يلاقي الاتفاق في دور 16 من كأس الملك، وهدف قطبي الشرقية التأهل. كأس الملك تاريخ يحمل إرث كبير ومسميات عديدة لأغلى لقب، والفتح يلاقي الاتفاق في دور 16 من كأس الملك، وهدف قطبي الشرقية التأهل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة، نرحب بكل من انضم معنا في متابعتنا الليلة للبرنامج، الأستاذ طارق بن طالب والأستاذ فيصل مصرف المطرفي هم ضيفا حلقة الليلة. في البداية بس نقدم تعازينا للأستاذ سالم الهندي بوفاة والدته رحمة الله عليه، وجعلها إن شاء الله آخر الأحزان. نشارك الأستاذ سالم المشاعر ونشارك الدعاء للوالدة وتغمدها الله بواسع رحمته.
الأمر الثاني في موضوع اللاعب اللي تكلمنا عنه بداية الحلقة اللي هو سليمان المطرودي لاعب كرة الطائرة اللي عليه مبلغ 135,000 ريال وهو مسجون, وكما ذكر لي بأنه عائلته خرجت من المنزل بسبب هذا الموضوع. اتصل علي قبل شوي في الفاصل المساعد التنفيذي للأمير الوليد بن طلال الأستاذ فهد بن نافل وبلغني بالحرف الواحد أنه انطلاقا من حرص الأمير الوليد بن طلال على دعم الرياضيين مش فقط لاعبي كرة القدم, مش فقط الأندية الإعلامية, أيضا للاعبين الألعاب الأخرى وفي الأندية الغير الإعلامية, يتكفل الأمير الوليد بن طلال بكامل المبلغ اللي على اللاعب اللي من شأنه إخراجه من السجن اللي هو 135,000 ريال. وردنا الآن من الأمير الوليد بن طلال بتكفله بكامل المبلغ. جزاك الله خير سمو الأمير, والله يجعلها في ميزان حسناتك, وإن شاء الله يعني غمة وانزاحت عن اللاعب وعائلته. أبو فارس, أول شيء بقدر ما أحزننا الخبر في بداية الحلقة عندما ذكرته, بقدر ما فرحنا بتدخل صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال اللي عودنا على مواقفه الإنسانية, وليست في دعم الرياضة فقط لكنه مواقف الإنسانية كثيرة, لكن في مجال ما يخص الرياضة يعني الأمير الوليد لم يبخل يوما على أندية غير جماهيرية بالدعم. وإحنا كل فترة وفترة نسمع خبر للولي الأمير الوليد بن طلال تبرع بمبلغ مالي وحافلة لأحد الأندية, خصوصا أندية غير معروفة يعني أندية من الدرجة الثانية والثالثة, وهذا بحد ذاته يمثل دعم وينم عن أخلاق الأمير اللي أنه يعني شهادتي فيه مجروحة, صاحب بيادي بيضاء في الرياضة وفي غيرها, ونقول بيض الله وجهه بيض الله وجهه بيض الله وجهه. فيصل, كان عندي ثقة كاملة يعني أنه بيكون فيه هناك يعني وقفة رائعة من يعني أحد الرياضيين أو أحد أصحاب السمو الملكي الأمراء. كان أكيد الأمير وليد بن طلال لها ألف شكر لسمو الأمير وليد بن طلال, يعني كان له وقفة رائعة مع كل الرياضيين مع كل الأندية, الآن أيضا مع اللاعب سليمان المطرودي كان له وقفة رائعة بإخراجه وإعادة الأسرة في هذه الوقفة. ألف شكر لسمو الأمير وليد بن طلال, كان له وقفات مع الأندية الرياضية البارزة مع الأندية الريفية, الآن له مع اللاعبين وإخراجه من السجن, يعني أيادي بيضاء الأمير وليد بن طلال, ألف شكر له. أيضا ألف شكر لبرنامج كورة, استمرار المبادرات الرائعة تسليط الضوء على هذه المواقف والمبادرات الإنسانية. الشكر أيضا للزميل والأنيق اللي يمكن أوصل لك هذه الرسالة, صحيح. أبو مشعل عبد الله فقير. نتمنى بإذن الله من الرياضيين جميعا أنه هذه الرياضة الجميلة, هذه الصورة الرياضية الجميلة اللي يكون الترابط بيننا كرياضيين بدلا من الشحناء والبغضاء والصور الرياضية البغيضة والتعصب اللي دائما نشاهده في الفترة الأخيرة. الصورة الجميلة للرياضة هي هذه الصورة اللي عززها الأمير الوليد بن طلال بهذه المبادرة الجميلة. والله هذا شيء يسعدني, يعني وحاجة تفرحنا احنا في البرنامج انه مع عبد الله كنا سبب, والأمير وليد بن طلال تجاوب على طول. وبس نبلغ الزميل عبد الله الفقير راح يكون في تواصل إن شاء الله بعد الحلقة معك, بس على أساس نشوف كيف التواصل مع الأستاذ فهد بن نافل المساعد التنفيذي الأمير الوليد علشان يصير في مسألة تسليم مبلغ وإخراج اللاعب, وإن شاء الله بإذن الله تكون هذه آخر الهموم على هاللاعب وعلى عائلته. نؤكد إنه الأمير الوليد بن طلال يواصل دعمه لأشياء يعني حتى خارج كرة القدم وأندية يعني خلينا نقول مش إعلامية, حرصا منه على المساهمة المستمرة وفي هالمجال ومن خلال مؤسسة الأمير الوليد الخيرية في كثير من المواقف في كورة. احنا نسعد كثير في هالأشياء, لو ما طلعنا من حلقة اليوم بهالموضوع احنا يكفينا كثير. خلينا نشوف بطاقة تتحدث عن كأس الملك بمسميات عدة وتاريخ كبير. عندما نتحدث عن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين فإن الذاكرة تعود بنا لأيام البدايات الأولى لكرة القدم في السعودية. كأس الملك, تلك البطولة التي كانت الانطلاقة الحقيقية للمنافسة الرياضية بجانب بطولة كأس ولي العهد. البداية كانت عام 1957 ميلادية حيث سجل فريق الوحدة اسمه كأول فريق سعودي يحصد اللقب, وذلك بعد أن تغلب على الاتحاد في اللقاء الختامي بأربعة أهداف نظيفة.
ثم توالت المسابقة لتقام سنويا وبمشاركة جميع أندية المملكة بعد أن اقتصرت في البداية على أندية المنطقة الغربية. توقفت البطولة عامي 72 و75 لأسباب مختلفة، لكنها تابعت بعد ذلك مسيرتها حتى عام 90 بعد لقاء النصر والتعاون في جدة، لتعود مرة أخرى عام 2007 تحت مسمى كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال، وبطريقة جديدة حيث تم اقتصارها على 8 فرق، هي بطل الدوري وبطل كأس ولي العهد والفريق الحاصل على بطولة كأس الأمير فيصل بن فهد، إضافة لـ5 فرق الأولى في ترتيب منافسات الدوري، لتلعب المباريات بطريقة الذهاب والإياب في الدور الربع النهائي والدور النصف النهائي. أما النهائي فيكون لقاء واحدا تحت تشريف ورعاية خادم الحرمين الشريفين أو من ينوب عنه. وفي هذا العام عادت المسابقة لنظامها السابق بمشاركة جميع الأندية السعودية، وخلال مسيرة المسابقة المكونة من 38 بطولة كان النادي الأهلي بجدة هو أكثر الفرق حصولاً على اللقب 12 مرة، يليه الاتحاد 8 ألقاب، ثم الهلال والنصر المتساويان في الرصيد 6 كؤوس، يليهما فرق الشباب والاتفاق والوحدة بكأسين لكل فريق. تاريخ كبير لها البطولة بكل تأكيد، يعني تاريخ يمكن يسبق الدوري حتى، يعني كانت بداية الكرة السعودية كانت في الكؤوس ما كانت في الدوري. طبعا هي مناسبة يعني من أهم المناسبات في البطولات الكروية ماديا ومعنويا، يكفي أنك تصعد وتصافح خادم الحرمين الشريفين في البطولة. هي بطولة يعني من ذوات النفس القصير، ولكن هي البطولة الأغلى ماديا ومعنويا في الكرة السعودية. فيصل؟ إيه أكيد، يعني البطولات الغالية تحمل اسم الوالد القائد خادم الحرمين الشريفين، بطولة مهمة جدا وبطولة عريقة. في القرار الأخير والقرار التاريخي يعني يمكن في السنوات القادمة تشهد منافسات بشكل أقوى وبشكل شرس لقرار التوصية اللي كان رابط الدوري المحترفين فيما يخص اللاعبين مواليد المملكة، يعني يمكن يكون فيها على الأقل صبغة للأندية الدوري الركان، يكون فيها لاعبين شبه يعني نقدر نقول لاعبين أجانب معهم، إن شاء الله يكون موافقة من الاتحاد السعودي لكرة القدم، لأنه يكون على الأقل نقدر نقول فيه منافسة من أندية الدوري الركال الفريق الممتازة. زي ما ذكرنا في الأدوار الماضية ما كانت فيه مباريات قوية جدا، لكن في الأدوار المقبلة يعني مباراة النصر والشباب يمكن هي المباراة الأبرز في المنتظرة. الهلال والزلفي أيضا يعني يمكن زي ما ذكرنا في الحلقات الماضية الأجواء في الزلفي، الزلفي هذه حالة خاصة، يعني طبعا ما شاء الله جماهيرية الزلفي زي ما قلت لك ظهرت، وأنه 70% من الزملاء الإعلاميين صاروا يشجعون الزلفي الحين ما شاء الله، ويعني في حراك في المنطقة، حراك في المنطقة ما شاء الله، زادوا الآن يقولون 50%، يعني وصلت المدرجات 8000، التذاكر التنظيمات. أنا أبغى أوجه بس رسالة للأعزاء في الزلفي، أقول كل هذا الجهد جميل ورائع وأنتم مميزين في كل شيء، باقي تتويج هذا الجهد في نقطة واحدة، التنظيم وقت المباراة. لابد يكون الجهد مكثف وقت المباراة، متى ما يعني كان التنظيم رائع وقت المباراة كل الجهود اللي كانت في الأسبوعين الماضية تكلل هذه الجهود وقت المباراة، متى ما كان في تنظيم رائع وقت المباراة ستكون هذه الليلة اللي كان ينتظرها كل الزلفاويون تخرج المباراة بشكل رائع، وربما يفعلها الزلفي في الهلال، يعني ما في شيء غريب. شوف الحلو، شوف الحلو أبو فارس، يعني أنا وقلناها أمس في الحلقة أنه قبل ما يصير في مباراة مع الهلال المدرجات كانت 3000. شوف لما يروح نادي جماهيري ولا مسابقة وخروج مغلوب، يعني شوف كرة القدم شو تسوي، عارف من 3000 صارت 8000. بالأمس في عضو شرف تبرع بربع مليون للنادي، الملعب تغير شكله، هذه المباراة حتنتهي، يعني حيروح الهلال في نفس اليوم والزلفي حتستمتع ما حيبقى في مسابقاته اللي هو يشارك فيها، لكن اللي حيبقى لهم هذا بيسووه،
الملعب والمدرجات هذه تركت للمنطقة ولأهل المنطقة. بكل تأكيد يعني أنا اللي عجبني صراحة يعني يعني أرفع عقالي احتراما لأهل الزلفي العمل الدؤوب اللي عملوه، وهذا يعطي رسالة عندنا الأشياء كثيرة عندنا في الدوري سوف نعمل وسوف وتقعد سنة وسنتين وما صار شيء، لكن في خلال أسبوعين تم زيادة سعة الملعب من 3000 إلى 8000، تعاقدوا مع شركة أمنية لتنظيم الدخول، شفنا تعاطف أهل المنطقة مع نادي طواحين الزلفي، ها التبرعات اللي انت شفت أنا بس كثير كثير من المقاعد اللي هناك أبو فارس مرقمة زي ما قال لي ولا إيه. يعني الناس حتدخل ب50 ريال المقعد يعني حتى هذه يعني طلعوا عليها مو مشكلة، بس الحين السؤال إنه المقاعد في 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 ملعب اللي تم تعديله في الزلفي مرقمة يعني مرقمة. أنا أدخل بتذكر وعندي مقعد خاص وفي طيارة بتجي بتنزل الكورة يعني في تنظيم في ناس يقولون ودهم الحين يمسكون مشروع البوابات الإلكترونية على الزلفي في شغل 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 متعوب عليه يعني هذه فائدة الرياضة. أنا متأكد إن كثير من الجماهير الهلالية أول مرة تروح للزلفي راح يروحون للزلفي، وهذا راح ينعش الدورة الاقتصادية في المنطقة. احنا شفنا نادي العروبة في الجوف لما صارت مباراة جماهيرية كيف ان الملعب الفنادق غير موجودة، يعني لولا كرم اهل الجوف فتحوا بيوتهم للناس كان صارت مشكلة، لكن الكثير عرف منطقة الجوف وتعرف على منطقة الجوف وودي يزورها مرة ثانية. الجوف انعرفت بمنتجاتها، الآن منطقة الزلفي حتنعرف البعض. الجماهير أكيد معهم دخلوا الزلفي والآن يدخلون الزلفي. أنا بصراحة معجب جدا 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 بما قام به نادي الزلفي من سرعة، ما فكروا على طول. عندنا مباراة مع الهلال مهمة، عندنا مشكلة في المقاعد زدنا المقاعد، عندنا مشكلة في التنظيم زدنا التنظيم، أكيد في هناك تجهيزات أخرى وترتيبات أخرى من الترتيبات الأمنية، وهذا يدل على أن هناك أن كرة القدم شيء تحيي منطقة شيء كامل. جميل شيء جميل شيء مميز استثماري المنطقة كامل يعني هو حلم تحقق ما يتكرر من 50 سنة أنه يزورك الهلال يعني كبير الفرق السعودية ومباراة رسمية مش رسمية لا مش ومين بيجي يعني إيه؟ الهلال ومدرب أسامة الجابر وياسر نجومه كامل نجومه نيفيز ياسر قحطاني ناصر الشمراني يعني كامل اللاعبين بيجونك الهلال بالصف الأول يعني بس مو يقال إنه الهلال راح يلعب بالرديف، هذا الخبر سمعته اليوم ما أدري بس ما أتوقع إنه يعني الهلال بيدخل مستهتر بمباراة يعني مباراة لا مش مستهتر بيدخل بال إيه ما أدري بس أنا ما أتوقع نجوم. يعني اتوقع الهلال بيلعب يعني هذه الفرصه شوف للزلفي وغيره يعني في مدام في كاس ملك وطريقه القرعه عشوائيه راح تلقى مباريات كثيره من هالنوعيه في السنوات المقبله يعني اكيد راح الاتحاد والسروات الظاهر والاهم انه نسجل اعجابنا وتقديرنا باداره الزلفي وشرف الزلفي ويستاهلون اهل الزلفي كل هذا الاحتفاء والتقدير. فاصل قصير بعد الفاصل نعود لمواصله الحديث بالمرحله. الأندية المتعثرة تبحث عن طوق النجاة من داخل كوادر الاتحاد السعودي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. الأستاذ طارق بن طالب والأستاذ فيصل مطرفي هم ضيفاء حلقة الليلة. يمكن 70 رسالة جاتني تقول لي ترى المقاعد مستأجرة والشاشة الإلكترونية مستأجرة. آسفين مستأجرة المهم تصرف بالضبط تصرف الناس تحركت أخذت خطوات غيرت عرفت أن عندها حدث وعرفت أنه في مشكلة وحلت مشكلة جماعة في عندهم مشكلة انحلت خلال أسبوعين يعني مليون برافو للزلفي ولرجال الزلفي سواء في النادي أو حتى خارج النادي أهل الزلفي نفسهم اللي تحركوا مليون شكرا مليون شكرا يعني مستأجرة مش مستأجرة مش هذه القضية القضية أنه في حدث رياضي خلال أسبوعين حلوه وفي تجهيزات ونتمنى ان شاء الله بكره يعني لما تلعب المباراه متى يوم السبت يوم السبت لما تلعب المباراه نتمنى يعني انه نشوفها في من الناقل انه كيف دخول الناس والجلوس. اكيد الجمهور راح يكون اكثر بكثير من ساعات الملعب هذه 200% حتكون، ولكن انت يعني اعطيت فرصه ل 5000 واحد زياده اضافي نعم انهم يشوفون المباراه في
في الملعب بطريقة إن شاء الله تكون. وهم تجربة أولى لاستضافة مثل هذه الأحداث، يمكن يكون في قصور، لكن إذا كان في أخطاء كبيرة راح ننتقدهم، لكن هم في النهاية تجربة أولى لاستضافة مثل هذه الأحداث الكبيرة. دائما يعجبني فيصل وأبو فارس، يعجبنا كثير الناس اللي عندها مبادرة. نعم صح. تأخذ خطوة تتحرك. أصحاب ردود الفعل السريعة والسليمة. طيب راح نشوف تقرير يتحدث عن من يحتاج كأس الملك أكثر من بين الأهلي. بحث عن استعادة الأمجاد، رغبة في مراضاة العشاق، سعي لزيادة الألقاب، أمنية ببطولة أخرى، اختلفت الأهداف والبطولة واحدة، إنها بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. آخر أمل للفرق السعودية قبل أن يسدل ستار هذا الموسم بحلوه ومره، كأس ذهبت لفارس نجد، وأقوى البطولات لا زالت معلقة ما بينه وبين الحوت الأزرق، ليبقى كأس الملك الملاذ الأخير لمن يريد أن يختم موسمه بذكر حسن. فرق تريد أن تجعل من هذا العام ذكرى جميلة بتميز على أكثر من صعيد، وأخرى تبحث عن لقب ينقذها من إخفاقات عديدة لتعود للواجهة من جديد. ويبقى الكأس الأغلى حتى الآن متاحاً لكل من يتمناه، ولكن تؤخذ الكأس غلاباً. بدر الفايز كو. مين محتاج كأس الملك أكثر؟ سؤال صعب. يعني أعطيك أمثلة. طبعا هي البطولة تقريبا الأخيرة المتبقية. النصر يريد تأكيدها بثلاثية، الهلال يحاول تحقيقها بعد 25 سنة ما تحققها، الأهلي يحاول تأكيد تخصصه في هالبطولة، الاتحاد يحاول جاهدا اللحاق بالركب وإعادة هيبة الفريق. البطولة كأس الملك كل يطمح فيها، لأن زي ما قلنا البطولة الأغلى معنويا وماديا، وهي البطولة الأخيرة المتوقعة لكل الفرق. النصر حقق كأس ولي العهد بقاب قوسين أو أدنى بتحقيق الدوري، ويريد تتويجها بثلاثية. الكل بس ما عندكم أحد تحسون أن هو محتاج أكثر من البقية، لازم يخلص الموسم ما عنده بطولة؟ أنا أقصد أنه النصر الموسم الحالي هو أفضل مواسم له من 20 سنة، يعني هو أفضل وقت يحقق النصر بطولة كأس الملك أتوقع الموسم الحالي، أفضل مواسم النصر، لا يعني أفضل وقت يحقق كأس الملك الموسم الحالي. الهلال من الصعب أنه يمر موسم ما يحقق فيه بطولة. يحقق الهلال، أنا أقول دائما هو أصعب الفرق، أو أنه الهلال ما يحتمل جمهوره موسم واحد بطولة واحدة، لا ما يرضى، موسم سيء، بعكس الأندية الثانية تحقق بطولة واحدة موسم جدا ممتاز. زي فرضا قبل موسمين الهلال حقق كأس ولي العهد فقط، الأهلي حقق كأس الملك، الأهلي كان جمهوره موسم جدا رائع، لا الهلال كان موسم سيء، جمهور الهلال لا يختلف جدا. الهلال ما يتحمل جمهوره، ما يتحمل هالموسم انه يخرج صفر لديه. الهلال جمهوره مختلف عن بقية الأندية تماما. الهلال يمر 3 مواسم ما يحقق دوري، هذا مختلف. بقية الأندية يمر 5 مواسم 10 مواسم بدون دوري عادي، لا الهلال يختلف عن بقية الأندية. هذه البطولة 25 سنة ما أخذها الهلال،
إيه لا أنا أتكلم لك إيه إيه لا أنا أتكلم لك أنا أقولك الهلال عن بقية الأندية مختلف يعني شو مختلف يعني إيه أنا أقولك في مقياس البطولات مقياس البطولات الهلال يعني لابد إنه في كل موسم ما يغيب عن البطولات فلذلك الهلال لابد إنه يحقق هذه البطولة الاتحاد لابد إنه يحقق بطولة كل موسم أيضا لابد إنه يعود البطولات الأهلي أيضا مهمة له البطولة لأنه صرف على النادي صرف وحق يعني جاب مدرب عالمي لاعبين محليين من أفضل لاعبين من أحمدة المنتخب أسامة هوساوي بصاص طيب لو قلنا الهلال ولا والأهلي في كل الأندية كل الأندية يعني ما يخالف الحين خلينا نحط نختصرها بين الهلال والأهلي الحين مين اللي فيهم ما يتحمل يخرج هذا الموسم بدون بطولة الهلال اللي كل عن موسم عنده بطولة في الغالب أو الأهلي اللي دفع المبالغ وأحضر كل هالنجوم وما في نتيجة من اللي حتكون عليه صعبة أكثر الهلال الهلال طبعا الهلال لا الهلال 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 والبطولات علاقة مستمرة يعني أتوقع الهلال لو ما حقق البطولة هذه راح يصير انهيار كبير في الفريق الهلالي الجمهور الهلالي ممكن يعني الجمهور الهلالي لن يقتنع بأي مبررات اللي صارت ندعم سامي الجابر ندعم الإدارة راحت بطولة جت بطولة إذا ما حصل الهلال على البطولة سيصبح سيحدث انهيار في الفريق الهلالي زي ما قال لأنه الهلال جماهير الهلال ما ترضى البطولة أي لا طبعا هذا رأي فارس الانهيار لكن أنا أتكلم أنه الهلال يعني لابد أنه يحقق البطولة ولو ما حقق الهلال البطولة لا يعني أنه بيكون في غضب جماهيري للتصحيح الوضع لكن أنه غضب على الإدارة غضب على اللاعبين غضب على سامي الجابر غضب على أعضاء الشرف هذا عد نهاية الموسم يتحدد لكن أنا أتكلم لك أنه الهلال بتكون تأثيرها أكبر لأنه الهلال البطولات ما يتحملون أنه خروج من الموسم بدون جمهور الهلال لا أنا أقول لك ببطولة واحدة الهلال لو فرضا خرج بكأس الملك جمهور الهلال بيكون موسم سيء للهلال أنه فقط كأس الملك لأنه موسم سيء للهلال لأنه بطولة واحدة فقط طيب احنا نشكركم أبو فارس شكرا جزيلا وجودك معنا احنا راح نستقبل بعد الفاصل عثمان القصبي شكرا لك أبو فارس أنا سعيد أني كنت معك وكنت سعيد مع إن شاء الله كنا قدمنا حلقة مميزة أنا وزميلي فيصل مطر شكرا لك فيصل شكرا لوجودك معك وشكرا لفارس أتمنى إن شاء الله قدمنا حلقة مفيدة طيب إحنا موعدنا بعد الفاصل مع عثمان نذكر فقط بأن الأمير وليد بن طلال تكفل بقضية لاعب نادي الرائد لاعب الطائرة واللي تحدث عنها زميل عبدالله الفكير اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي فاصل قصير بعده نعود المستشار الطبي لبرنامج كرة يكشف دور العضلات في تخفيف ألم الركبة أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة انضم معنا زميل عثمان القصبي المستشار الطبي للبرنامج مساء الخير عثمان مساء الخير عليك أخوي تركي وعلى السادة المشاهدين هلا وسهلا فيك مش عندك اليوم؟ اليوم راح نتكلم على يعني واحدة من الاستراتيجيز أو التكنيكس اللي ممكن أنه نستخدمها مع المرضى اللي يعانون من مشاكل في آلام الصابون صابونة الركبة وهذا في الغالب مشكلة تصيب مجموعة من الرياضيين تحت ظروف معينة تجي الفئة عمرية صغيرة دائما تكون يعني في الغالب أعمارهم تكون من يعني 15 إلى 25 سنة من ناحية الرياضية طبعا المشكلة متكررة كثير احنا كشعب يعني نحب نجلس كثير على الأرض عندنا عادات معينة الصلاة كلها من الأشياء اللي فيها يعني نشاطات فيها تاني كثير للركبة يعني وتشكل ضغط مباشرة أو غير مباشرة على الركبة طبعا هي كمعدل يعني احنا لو نتكلم عليها كمشكلة بشكل عام هي تشكل تقريبا 40% من الآلام اللي يعني تجي في لها علاقة في مشاكل الركبة
طبعا كغالبية مشاكل الجهاز يعني الهيكلي أو جهاز أو العظام العضلات تكون أكثر عند النساء نتيجة التركيبة الفسيولوجية للمرأة. طبعا أي رياضة فيها يخضع فيها اللاعب إلى ضغط عالي على منطقة الركبة مثلا التزلج، كرة الطائرة، كرة القدم، يعني يكون عنده أكثر عرضة أو يعني أكثر قابلية لحدوث مثل هذه الآلام أو متلازمة الصابونة أكثر من غيره. متلازمة الصابونة؟ إيه يسمونها متلازمة صابونة الركبة أو آلام صابونة الركبة. يعني لما نقول متلازمة يعني شيء ما يروح ثابت؟ المتلازمة في الغالب تكون يعني مرتبطة بعوامل معينة إذا صارت موجودة مع بعض. مثل إيش العوامل؟ يعني مثل طبعا هي تنقسم إلى جزئين رئيسيين. الجزء الأول هي العوامل لها علاقة في تركيبة الجسم مثل مرونة المفاصل. في ناس يصير عندهم ليونة في الأربطة والمفاصل بشكل عام، ضعف العضلات المحيطة في صابونة الركبة، وفي الغالب العضلة الداخلية تكون ضعيفة. ممكن يكون في عدم توازن في عضلات حول صابونة الركبة، بحيث أنه مثلا العضلة الخارجية للركبة تكون مشدودة أكثر. هذه كلها ممكن نقول عليها إذا اجتمعت مع بعض. كلمة متلازمة وش معناتها؟ يعني شيء مستمر؟ لا ما هو مدى الحياة؟ لا ما هو مستمر طبعا، هو كيوربل، يعني 90% من الناس يتعالج بهذه المشكلة، لكن احنا ما نقدر نسميها، ما هو باحتكاك، ما هو يعني شيء محدد نقدر احنا نطلق عليه. ممكن يكون له اكثر من سبب، عشان كذا نسموها متلازمة، لانه يكون لها اكثر من سبب يعني يجتمع مع بعضه ويعطيني هذا العرض. ابغى اسالك سؤال في الموضوع، جاء يعني معلومة ذكرت لي ما اعرف مدى صحتها من خطأها، اللي هو دائما اللاعبين اللي عندهم قدرة على تسديد الكور القوية هم اكثر اللاعبين عرضة لإصابة في الركبة. الكلام ده صحيح ولا خطأ؟ يعني ممكن يكون صحيح بشكل عام، لكن اجمالا الاصابات اللي لها علاقه بالاجهاد او التراكميه ممكن يعني جدا يكون لها علاقه بالتسديد، لانه انت تحريك مفصل الركبه بشكل قوي مع ركل الكره هذا يؤثر كثير على الرباط الركبه الرئيسي اللي هو الوتر الأمامي للركبة، ويؤثر برضو على العضلات. يعني في كثير من الناس يجي له تمزق بعد ركل الكرة، خصوصا إذا صار اللاعب غير مهيئ يكون عرضه أكثر للإصابات. وتخبر أنت يعني لاعبتنا شوية حريصين على التقويات وعلى الاهتمام. طبعا طبعا التغذية والأشياء والنوم بدري. لا تكلمني على التغذية الله يخليك. خلاص أنا ما عاد أكلمك على الموضوع هذا أبدا. صار عندي حساسية. إذن نرجع للأسباب، هي أسباب إما تكون لها علاقة في الجسم زي ما قلنا، تشريح الركبة أحيانا يكون فيه يعني خلينا نقول بعض التغيرات في تشريح الركبة، تكون واحد عنده عظمة الفخذ عريضة شوي، ليونة المفاصل هذا يكون لها علاقة أو ممكن تسبب آلام في الركبة، أو أشياء احنا نسميها العوامل الخارجية مثل أما تكون في ضربة مباشرة، أما يكون يعني زيادة في التدريبات بشكل غير محسوب، هذا يسبب لنا شوية آلام. ممكن يكون في عندي ارتداء حذاء غير مناسب، يعني ببساطة ممكن أنه يزيد من احتمالية آلام خلينا نقول الركبة أو أرضية الملعب إذا كانت غير متناسقة، ممكن تزيد من الضغوط اللي تكون على صابونة الركبة. الأعراض الشائعة اللي عادة تكون عند المريض هي تكون أما أنه يلاحظ أنه الأخصائي اللي ممارس أو الأخصائي مع المريض في تأخير في شد العضلة الرباعية الرؤوس، يعني تلقى العضلة ما تستجيب معاك بشكل كالمعتاد، أو أن يكون في عندي زيادة للتوتر العضلي في العضلة الخارجية، أو يكون في عندي انحراف في الصابونة زي ما هو موضح معنا في الفيديو. يعني تلقى صابونة الركبة مايلة إلى الجهة الخارجية، وما يؤدي إلى أنها تحك في الجزء الخارجي من عظمة الفخذ، وهذا عادة يسبب ألم ويكون مزعج للمريض. بالنسبة لموضوعنا اليوم، يعني
كيف دور العلاج الطبيعي الحل نفس هذه المشكلة؟ طبعا المفتاح التعامل مع مثل هذه المشكلة هو أنك كمتخصص تصمم البرنامج بشكل يتماشى مع الأعراض اللي يعاني منها المريض أو المشكلة الأساسية للمريض. إذا كانت مشكلته والله انحراف الصابونة، أحاول أن أستخدم المشريط اللاصق أو أستخدم الجبيرة اللي يعني يسمونها ركبة زي المثبت، المثبت للركبة الخارجي هذا اللي يصير يعني يكون فيه زي الفتحة كذا داخل، نشوف أحيانا يطلع. بس نشوف هذه يلبسونها اللاعبين ويلعبون ويلعب فيها. طبعا ممكن انك تلعب فيها اذا كانت سوفت ما يكون فيها حدايد لان الحديد يعني يكون ممنوع، لكن احنا في الغالب لاعبين كره القدم نستخدم معاهم الشريط اللاصق الطبي. طبعا ولابد انه احنا نبدا نعطي اللاعب تمارين في خارج حدود الالم، لابد انه يخضع لبرنامج تقويه خارج حدود الالم. وهنا تكون الغلطه اللي في الغالب يمر فيها كثير من اللاعبين، انه يبدا يسوي تمارين يقول لك انا احتاج، الدكتور قال لي سوي تمارين تقويه، ويدخل في تمارين تقويه تكون مؤلمه له، وهذه عاده تكون يعني الالم دائما احنا نقول لابد انه يحترم، لانه الالم معناته انه الالم اشاره، اي اشاره انه انا عندي مشكله. وقف شوف ايش عندك، وقف شوف ايش عندك. طيب في سؤال جاني كذا على السريع قاعد يجيني الان، اجهزه التريدميلز او أجهزة السير اللي تستخدم في البيوت وفي النوادي الرياضية ممكن تسبب ألم في الركب؟ إذا كان الشخص عنده يعني قابل أنه يجيه آلام في الركبة واستخدم السير مشكلتها زي ما احنا شرحنا قبل أنه بعض الأحيان التكنيك في الركض، الواحد يركض بشكل ما هو بصحيح أو باستخدام حذاء غير مناسب، بالتالي تكون ردة فعل الجري مع على السير يكون في ضرب، يعني انت تعرف وانت تركض رجلك تضرب على السير، وهذا يسبب ردة فعل على يعني على الركبة، وبالتالي هذا يحمل على الركبة اكثر من اللازم. تعرف احنا دائما نقول انه لكل فعل ردة فعل مساوية له في المقدار ومعاكسة له في الاتجاه، فتخيل انه انت كل ضربة لك على الارض او على السير تأثر لك على الركبة كلها ارتداد. طب معلش بطلعك شو من موضوع عثمان، الأجهزة اللي مثل هذه لها طريقة معينة للاستخدام؟ لأنه في ناس يعني تروح للنادي أو تجيبها الجهاز في البيت ويرفع في السير على كيفه ويزود السرعة ويقعد وقت على كيفه نص ساعة ساعة على ربع ساعة، هذه الأشياء لها ضرر ولا المسألة بسيطة قد ما أنت تتحمل؟ لا طبعا شوف البرنامج لابد أن يكون محسوب، أما بمتابعة الأخصائي العلاج الطبيعي إذا كان عندك مشكلة أصلا طبية، أو أنه مع المدرب الرياضي إذا كان كنت أنت حاب تعمل تمارين لياقية، لأنه إحنا زي ما قلنا إذا زدت في جرعات الأحمال التمارين أكثر من اللي تتحمل عضلاتك، إذا أنت قاعد تدخل نفسك في مشكلة آلام. وإحنا ذكرنا سلسلة طويلة في الموسم الماضي عن الآلام المصاحبة لرياضة الجري، ففي مجموعة آلام من تبدأ في الكاحل في الساق في الركبة في الحوض في الظهر، كلها لها علاقة بالتمرين الخاطئ. فيعني إذا حبيت أنك تعمل رياضة يعني أنا قاعد أتكلم معك يعني. أنا ألعب رياضة متى يعني؟ أدري ولا تجي أخاف يعني كذا ودي أقول غلط الشيطانية يعني معقول ألعب رياضة؟ لا بس فعلا أنت تقول لي أنه هذه الأجهزة مو على كيف الواحد. طبعا لا يعني ولا كان الواحد خاص يعني ما يحتاج يروح نادي ولا يتابع مع مدرب. طب ليش ما يكون في تحذير؟ يعني مثلا انت الاماكن اللي تبيع مثل هالاجهزه ما تحذر الناس، لانه في ناس بتجيبها في البيت وترفع السير وتنزل السير وتزود السرعه وتقلل السرعه ويقعد الوقت اللي يبغاه على كيفه. طبعا هذا لو يعني ننتبه اكثر، يعني لو يكون عندنا شويه ثقافه بكيفيه اداء التمارين راح تشوف انه المشكله هذه راح يعني تخف بشكل كبير. لكن احنا للاسف زي يعني احد الشباب كان يقول لي انه انا ادخل النادي الف على كل الاجهزه السلام. اخذ لفه كذا وشوي واطلع، بعدين يجيك مثلا في الليل يقول لك اخي ظهري يعورني كتفي يعورني، بعدين يجي عندك ياخذ لفه في العياده ركبتي تعورني، فلما تسال يقول يا اخي ما سويت شيء، انا بالعكس انا قاعد اروح النادي اتمرن.
طيب شو تسوي يا حبيبي؟ يقولك والله بد أخذت لفة على هذا وأزود الوزن على كيفي والتكرار على كيفي. طبعا غير صحيح، لأنه الجسم يبغى له يعني برنامج معين، هذا علم يدرس في جامعات تخرج يعني متخصصين بهالمجال، في بكالوريوس تربية رياضية، في مدربين، في ناس يعني في علم للحركة وهذا. وكل إنسان له يعني شكله وجسمه مختلف، جسمي غير جسمك، يناسبك ما يناسبني. الحذاء اللي أنت تلبسه، تذكر احنا تكلمنا عن نوع الحذاء وطبعة الرجل، وهذه يعني فيه فروقات في شكل الإنسان وفي جسم الإنسان يجب أن تحترم في أداء التمارين. طيب أروح الفاصل وارجع لك أثمان. فاصل ثم نعود. عثمان القصبي يواصل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة، لازال الحديث يتواصل مع المستشار الطبي للبرنامج عثمان القصبي. عثمان، طيب احنا اليوم كنا بنجيب يعني في دراسة لفتت انتباهي صراحة، اللي هي يقولك أنه تمارين تقوية للركبة فقط لا تكفي لتخفيف آلام متلازمة الصابونة أو آلام صابونة الركبة. طيب لكن إذا أضفت لها تمارين تقوية لعضلات الحوض، قوينا عضلات الحوض وعضلات الورك، النسبة هاي تتحسن بشكل كبير ويخف فيها الألم. لو نشوف الفيديو الثاني، أيوة تشوف هنا كيف تشريح يعني عظمة الحوض، تلاحظ أنه عضلات الحوض بشكل عام وعضلات الفخذ دائما تكون مشبوكة في مفصل الحوض، طالعة يعني من الفخذ من الحوض إلى يعني شابكة في الركبة. فبالتالي إذا ما كان عندي تقوية بشكل منطقي لهذه العضلات بشكل عام، البرنامج حقي يكون ناقص. ونشوفها هنا كيف عضلة رباعية الرؤوس كيف تتكون، تبدأ من الفخذ أو من عظمة الحوض ونازلة إلين صابونة الركبة. فإذا التقوية هنا جدا مهمة، والدراسة يعني خلينا نقول نبهت على هذا الموضوع. وصراحة احنا نستخدمها كثير مع الـ يعني اللي عندهم هذه المشكلة، لكن في كثير من المتخصصين وحتى المرضى يقول ايش دخل يا اخي نسوي تقوية عضلات الحوض ليش؟ انا مشكلتي في الركبة، ويتجاهلون هذه المشكلة، وهي صراحة تفرق بشكل كبير مع المريض. شوف التركيبة غريبة عثمان، مو غريبة يعني فيها اعجاز عظيم، تركيبة التركيبة البشرية خلينا نقول. صحيح. يعني تلقى الحذاء ممكن يسبب مشكلة في الركبة أو في الظهر. تقوية عضلات الحوض أنت تقول لها علاقة بالركبة، أحيانا شيء ما له دخل أنت تحس له ما له دخل ويكون هو صميم المشكلة. صحيح، هذا يمكن يفسر الحديث الشريف اللي يعني فيما معناه أنه إذا الجسم أعضاء يعني المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا زين، أو وإذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يعني إذا كان عندك إصابة في جسمك في جزء معين تلقى أنه كل الأجزاء تتابع له، لأن هي زي السلسلة زي الشبكة، وهذه نهتم فيها كثير. وكل الآن يعني غالبية التأهيل المشاكل العظام والعضلات أو الجهاز الحركي تكون متعلقة بهالموضوع. نشوف أمثلة للتمارين، يعني تمارين تقوية الحوض ممكن تكون نفس التمرين هذا، وهذا التمرين يبين لنا كيف احنا نقوي عضلات الحوض من شكل جانبي، او هذا يسمى تمرين هوائي. الفيديو اللي بعده ممكن يعني ممكن انا ابدا بهذا التمرين وبعد كذا انتقل للتمرين اللي بعد كذا اللي هو للعضله الاماميه، وانتقل بعد كذا التمرين اللي بعده نشوف التمرين اللي عقبه. أنا الآن قاعد لازم تقوي العضلات اللي في الحوض في أربع اتجاهات، اللي هي الاتجاه الأمامي والخلفي والخارجي والداخلي، وهذا يعطيني توازن للعضلات تقريبا حول مفصل الركبة. يعني هذا التمرين يكون يقوي عضلات الورك الخارجية، وهذه تهمل كثير. نشوف التمارين تقوية الركبة، الفيديو اللي بعده لو سمحت. زبان اليوم مو راضي علي، ما ادري ايش زعلان علي.
أيوه هذا هذا واحد من التمارين المهمة اللي ممكن احنا نبدأ فيه ويكون مجهودة خفيف على الركبة. تشوف كيف ممكن تحط واحد مركة أو يحط حتى لو علبة حليب نيدو ولا شيء تحت الرجل ويبدأ يسوي التمرين. التمرين الثاني اللي ممكن انه يستخدمه ويكون فيه تركيز دائما في الشد هو تمرين ممكن يسوي الواحد من الجلوس مع الفرد ويحافظ على انه زي ما واضح معنا في الفيديو انه الكعب يكون او الكاحل يكون مشدود للاعلى ويكون التمرين ببطء للتحكم في العضلة. ومهم جدا احيانا في التمارين نقول انه لا تسوي التمارين بسرعة ولا تسوي التمارين ببطء. ممكن انك تسوي تكرار مره سريع ومره بطيء ايقاع معين. اي نعم التغيير من الرتم حق الشد هذا غير من العضلات اللي يعني او الجزء من العضله يقوى. يعني ممكن اذا سويت التمرين بسرعه تقوي جزء معين من العضله واذا هديت السرعه شوي استجابه العضله تكون مختلفه فانت قاعد تقوي العضله في مختلف مقاطعها. بالنهايه كيف الوقايه؟ الوقايه من هذه الاصابه تكون اولا في تمارين الاطاله والتقويه الجيده قبل البدء باي نشاط. ودائما احنا نركز يا جماعه الاطاله والتحميه والوارم اب هذا يكون مره مهم والتقويات كثير مهمه للرياضيين لانه في الغالب لو شكل عضله كبير ما يعني انها قويه. تجنب زياده الضغط على الركب او على المفاصل زياده التمارين زي ما احنا قلنا قبل شوي ما تروح تشتري لي جهاز وتشد حيلك على كيفك لابد انه يكون شيء مقنن. التاكد من مناسبه بيئه التمرين يعني لما تجي تركب لازم يكون الحذاء مناسب البيئه اللي انت تركض فيها مناسبه. التمارين المخصصه للركبه لابد انها تكون اذا كانت عندك مشكله تكون خاليه من الالم لانه اذا كنت تسوي التمارين مع الالم معناته انه انت قاعد تسبب لركبتك يعني مشاكل اكثر. واحنا في النهايه زي اي موضوع اذا في يعني استفسارات اكثر ممكن عن طريق يتواصلون معنا الاستاذ المشاهدين عن طريق تويتر وان شاء الله حاضرين. شكرا لك عثمان. الله يحييك. شكرا لك. شكرا لوقتك. في نهاية وصلنا لنهاية الحلقة، في الأخير أحب أشكر عبد الله الفقير اللي كلمنا على موضوع لاعب نادي الرائد لكرة الطائرة، وأشكر الأستاذ فهد بن نافل المساعد التنفيذي للأمير بن طلال، والشكر الأكبر طبعاً للأمير وليد بن طلال اللي تكفل بسداد كامل المبلغ اللي على اللاعب لإخراجه من السجن. شكراً لك سمو الأمير. واحدة من أهم الأشياء اللي تفرحنا وتسعدنا في كورة أنه إحنا ممكن نساعد في مثل هالمواقف ولو ما يطلع الواحد أحيانا مش بس في حلقة اليوم في موسم كامل لما يتذكر أنه كان في له موقف معين أو ساهم في موقف معين مثل هذا هو منتهى السعادة ومنتهى النجاح بالنسبة لنا في البرنامج. كان في معانا مقال كنا نبغى نناقشه اليوم راح نأجل البكرة مقال مهم عن الأستاذ أحمد العقيد وعن دوري ركا يستحق التوقف ومناقشة ما كتب حول هذا الرجل. موعدنا غدا 11:30 في أمان الله.